أهلا بكم مشاهدينا. جريمة بشعة تلك التي حصلت فجر الأحد في مقاطعة دار النعيم، وهبة قوية تلك التي التأمت وسط العاصمة نواكشوط مساء الاثنين. وما بين الجريمة البشعة والهبة الشعبية حصل ما يوجب الحديث الذي لكل منا ما يدلي به في تفاصيله. برنامج ظلال الخبر خصص حلقته اليوم للنقاش حول الموضوع، واستضفنا لكم مشاهدينا زينب منت الطالب موسى، رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل، عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. أهلا بك ضيفتنا الكريمة. أهلا بك حقوق الطفل. وكذلك عيشت سالمة المصطفى، محامية ومستشارة قانونية في الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل. أهلا بك ضيفتنا الكريمة. زينب نبدأ معك، هذه آخر حادثة تشاهدينها وأنت التي تتابعين مثل هذه الحوادث، كيف قيمتيها؟ شكرا على الاستضافة، مرانا شاكرين قناة الساحل على هذه السانحة وهذه الفرصة اللي تحن بها نتكلم عن هذا الموضوع الشائك. هذه أولا ما هي آخر واحدة به اللي فاتوا اليوم خلقوا ذنتين سبحان الله. والجمعية الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل متخصصة بهذا الموضوع، ولها 25 سنة هي تدافع عن وعندها من العمل هذا يوميات. وشافت على أن هذه القضية أنها مشكلة مانعة وشائكة وتزايد يوم بعد يوم. نقدو نعودوا هذه ضرك هذه القضية دار النعيم ويوم الأحد عاد عندها طابع خاص به اللي رانا شاكرين عليها جزيل الشكر على انهم استعدوا على انهم هما يواجهوا ويتكلموا. جميل. وهذا المساله هو اللي جعلها عثر مساله راي عام وعثر الناس كامله تتكلم عنها. اذا هي اللي جعلها تعود مساله راي عام هو اعتراف ضحيه وذوي الضحيه واستعدادهم على انهم يتكلموا عن يواجهوا بهم اشبه اللي يعرفوا على انهم هما مظلمه ما هم ظالمين. جميل. وهذا هو اهم الخالق ولا هو لك الحد يعدل، هذا هو سر التعاطف ايضا. طبعا الحالات اللي عندنا نحن في هذه الفتره كامله والزمن كامل ما فيهم واحد عنده اي استعداد سوى وشنو عن يسمى سمها الله عنا توقف والله عنا تمشي وبالسيف اللي لا اشكات ومشات مسطره طبيعيه ولا تساعد وتوف ولا تسكت وتوف لا تنسجم. والحالات التي حدثت بعد حاله دار النعيم قلتي ان حالتين جديدتين، هل لا اوضحتي اكثر؟ شفت احنا في الجمعيه هذه الامور عاد حكمه شبه بديهيين عندنا به اللي كل نهار انا اللي نقول لك عن من 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 22 الى 30 في هذا الشهر اللي علينا جاتنا 11 حاله 11 حاله تختصر من واكشوب. والضحيه هم اللي شاكين والله انتم تعذروا لا 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 احنا نشتغل مع الشرطه وتجي الحاله للشرطه تجي الحاله للشرطه تجبرنا قدامها والله يطلبوا التستر والله هم اكثر حالاتهم يستر عليهم ولا يبقى يقولوا لا يتكلموا عنه ويدور حد لا يعاونهم ولين تتخطى ذيك المرحله اللي لا يعاونوا فيها يسكتوا ما يبقى يتكلموا. وهذا هون اللي جعل هذا واللي كفروا قد يعود بعض من الاسباب اللي كثر فيها معنا عنده سبب ثاني سبب طبعا على انه قلت تطبيق القوانين وقلت المسائل الرادعه وقلت على انه ما يتابعوا من مولي المسائل اللي قطعا عنها تفاقموا على انها الناس ما تتكلم. وهما عندهم من الشجاعه اللي قدوا يجابوا يضحوا قضيتهم لراي العام قضيتهم وهذا نعرف وبالتالي اوضحوا الكثير من الوعي به لهذا الشاب شاب في الجامعه وتقد تعود الاهل الحمد لله واعيين وعدلوا هذه المساله وقطعا عنها ما فيه يوم ما فيه اربع حالات خمس ست هذا قد هذا سنعود لمزيد من التفصيل حول الموضوع، لكن سنشرك عائشة السالمة وهي محامية ومستشارة قانونية.
هؤلاء المجرمين الذين تم القبض عليهم أو المتهمين حتى الآن بهذه الجريمة، قيل أنهم ذهبوا إلى مفوضية خاصة بالقصر، وكثر اللقط والحديث حول هل هم قصر أم لا، لأن تاريخ مواليدهم نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهي 2002 أظن 2003. هل هؤلاء قصر حقا؟ شكرا على الاستضافة. أنا سابقا نجاوب على السؤال اللي هي بعد قاعدنا نطرح نقطة مهمة. جميل. أولا كما أشارت الرئيسة عن شجاعة أهل الضحية أنها كانت لها دور كبير في القضية أصبحت قضية رائعة. قضية رائعة. أنهم شجعون هم يتكلموا وأنهم يطالبوا بحق بنتهم وعنهم اللي ما يجحدوها بحيث تعود الناس كاملة على علم بالموضوع. هذه من ناحية. الناحية الثانية تحرك المجتمع الموريتاني في هذه القضية هو نوعا ما مبشر. ليش؟ لأن أصبحت هناك نوع من الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الظاهرة، وبالتالي الناس كاملة خرجت من نهار الحادثة إلى اليوم، الناس توخى وناس تتكلم عنها. غير أن الله نقول للناس اللي خاوت واللي نتمناه أنها تمتوخى هذا النوع من الأمور، عن كما قالت الرئيسة نحن ما قط مر علينا يوم ما عندنا حالة اغتصاب. كل يوم كل نادرا. هذا اللي قالت لك الرئيسة من عندي يوم 22 30 11 حالة اغتصاب، هذه 22 8 ايام معناها عنها حالة زايدة. حالة زايدة حالة زايدة حق متوسطة حق بعد متوسطة الحالات وحالة زايدة اليوم حق بعد في الاسبوع في 22 30. نعم. ودائما عندنا حالة اغتصاب دائما، نادر ما يجي يوم وعيد يجي يوم في اثنتين وثلاثة والصبح يعود ما في شيء غير ما يتم دائما. لكن الحالة المتوسطة يوم حالة وزائدة اليوم. يا غير كي قالت الرئيسة الفرق هو في الأسرة نفسها. يعني هذه الأسرة مستعدة أنها تشكي وأنها طالب حق متها وأنها تفتح القضية وتشد أخبارها، والله ما هي مستعدة. 99% من الأسر غير مستعدة للحديث عن الاعتداء على الناس، وهذا هو للأسف الشديد اللي خلى الظاهرة هو لا نتكلم عنها كقضية ظهرت للرأي العام، خارجين قضايا قاع ما يصل للشرطة وعدوا أبشع من أبشع هذه، من أبشع هذه. من فيهم هذه فيهم حمل. نحن عندنا حالات، هذه الحالات نسبة دي عنها 25% منها فيها حالات حمل وفيها شاشرة ضحايا. جميل. بالتالي لا نقول مسألة أخرى عن الناس اللي خاوت اليوم. أنا فيها ناس للأسف الشديد، وهذا لا ينطرق له فيما يتعلق بالنصوص القانونية، فيها ناس كانت ضد نص الكرامة اللي كان ضد العنف ضد النساء. هذا النص اللي كان من المفروض أنه يتم سنه واللي عود واللي واضح فيه العقوبات واللي واضح فيه الاعتداءات وكل شيء معرف فيه، هذه الناس الخاصة اليوم تطالب بنصوص قانونية وتطالب بالقتل المجرمين وكذا، كان سيخدمها هذا النص. هذا سنعود إلى هذه النقاط في حديثنا فيما يتعلق بقضية هل الأطفال قصر أم لا. هل نعم هذا السؤال قصر أم لا؟ حسب أوراقهم الرسمية هم قصر، اللي هو اللي بين 2007 2008 2009 حسب أوراقهم الرسمية الرسمي. وليس حسب السنين لا التي لا ما نشر على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي انهم 2002 لم يكن سليم. لا لا انت تاكدتي من هذه الاوراق الرسمية؟ تاكدتي منها رايتيها قانونيا؟ رايت الاوراق الرسمية. جميل. اعود الى زينب. زينب، عندما اصبحت هذه القضية قضية راي عام، قلنا بأنها عندما تكون القضية تصبح قضية رأي عام هذه ستخدم الأسرة، لكن هل أيضا ستخدم الجمعية من ناحية تسهل عملكم أنتم كجمعية تكافح هذه الحالات وتواجهها يوميا؟ طبعا طبعا لا يتسهل عملنا ولا يتسهل مدقة للناس كاملة، احنا جمعية عملنا قاع وإحنا واحدين فيه يومياتنا، طبعا هذا لا يسهل. احنا ودي له يسهل علينا نحن حتى ويسهل الأمور ويسهل الموريتانيين كاملين إلين تعود فهم نصوص رادعة لهذا النوع من الجريمة. هو ما خارج دولة قد أبدا تمنع عن الجريمة تخلق فيه غير أبداً. غير ليش أبداً؟ قدر لحقت من الكبر وقدر لحقت من الشيء يا غير بعد تعود، لكن يمكن أن تحد طبعاً يا غير تحد يا غير يعود في قوانين صارمة ويعود ذوك القوانين من نفوسهم وهم اللي لا يطبقوا على المجرمين ليات ما ينطرسوا. إحنا لين نشوف علنا واحد من 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 هذا من هذا تركة واحد منهم كاتل ومطلوس
كاتر هو مشترك في قتل ذاك 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 الفقيه اللي 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 ذيك الساعه بتنسوينه. وهو الان حر طليق ايضا ويقوم بجريمه ثانيه. هو يعدل الجريمه الاخرى. اذا هناك مشكله اطلاق هذه اكبر مشكله. يعني لين ما يخلق قانون يحمي هذو العليات من هذا النوع من الاعتداء القاضي وش راه يطبق؟ يطبق شيء ما هو موجود ما هو خالق وهذا هي اكبر معضله وهي كيف قالت لك قالت لك قالت لك المستشار الاستاذ اعلن 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 المشكله المطروحه اعلن احنا منظمات من المجتمع المدني طبعا وموريتانيين وغيورين على وطننا واذا عملنا نعدلوه يومياتنا الى شاركنا في تعديل هذا 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 نص القانوني وشاركنا فيه وقبلتوا الحكومه الموريتانيه وحاسه عليه وعدلتوا قانون وصادقت عليه ومشاتوا شغل البرلمان وقفوا وحدين ضده. جميل. هذه نقطة نقطة زينب هذه النقطة دورنا نرجعوا لها. يا غير سابق ذاك نختار نتعرفوا انتم انتم جمعية وتواجهوا النوع من المشاكل يوميا نختار نعرفوا الأضرار اللي تتلقاها ضحايا للنوع من الممارسات وهو الاغتصاب. ما هي أهم الأضرار والله أمتن الأضرار اللي تواجه الضحايا مثلا نحن نذكر من هذه الأضرار الحمل، هل هناك أضرار أخرى أيضا؟ طبعا شفت هو اول شيء لان هذه وسمه عار على جبين هذه مخلوقه مولانا وانتهاك لحرمات الله وهي ما هو لها هي ما يمتلك حرمات الله هي بريئه لا الجريمه يعني تدخل في انتهاك حرمات الله هي الجريمه عليها هي خارج مخدفاتها عليها هي مخدفاتها عليها يعني تعد وسمه عار عاقب ذا فيها ولا يتم تنقال معنويا حق بعد هذه قط واقتصبت ولا تملك وسمه عنها على كل حال ما هي مخسره عليها شيء ولا هي حاكمتها على تعد الزواج ولا حاكمتها على الطلاق لم يحصل باراده طبعاً منها طبعاً وهي ما عندها ذنب فيه يا غير لا يتم المجتمع حاكم لها بذيك الروايه الاوفر الثانيه لين تعود عندها حمل لين تجبر حمل من هذا هذا الحمل هي مولاته اولا نفسيا لا تعود عنده مشاكل نفسيه ولا تعود ما يتقبل هذا العمل وفي نفس الوقت ولين يقلق هذا له الطفل منبوذ في المجتمع وهذا احنا في الجمعيه الين نقول لك عن 25% من اللي يجونا يعودوا يحملوا الين يحملوا هذا الاطفال اللي يخلقوا هم منين هم ضرك هذا الاطفال راهم لك لا قناه بالموضوع ومن رأي كان هذا هو السر ايضا في كثره عمليات الاجهاض ورمي الاطفال لا حاليا نرد عليك من رأي كان هذا سبب من الاسباب هذا طبعا احنا كان سابقنا دخلوا كانت الوحده لا تحمل تعدل الاجهاض تعدل كل المشاكل كامله احنا من الساعه اللي جينا وحده الاول ما نقول لان هذا برك الطفل هو الاول لا تقوم بهاش بين هذا ولك وبين اللي ما عنده ذنب يقدر يصبح عالم ويصبح ولي ويصبح كل شيء خالق له ولا عنده اي ذنب بس هو شنو ولا وتمسكي به ونقولوا له العالم تمسكوا به وما زمننا ما قط خلق ذاك ما قط خلق معاذ نتابعوها عنده لها ونتعود فيها الحمل انتم تتابعوا حملها الى نتابعوها ونعود ملي نتابعوا هذا الاطفال يا اخي المشكله الكبيره اذا الطفل يكبر انا نعرف قضيه لهم نقولها لكم خالق واحد منهم قط كبر وجانا خيمه فوق راحت مشان قالنا كان يضحك قال انا ماشي قلنا له قاعد قال انا ماشي نجاهد في سبيل الله حول ولا قوه الا بالله قلنا له طيرك انت تجاهد في سبيل الله ايش واعد في سبيل الله جاهد انت فيه قال لنا هي انا ماشي مع وحدين لا يجاهدوا هو هذا اتضح لنا على ان جاوا وحدين قبضوا شاو خلصوا مشاو به راهو يطيحوا به لمده ثانيه والله بروايه ثانيه وقايلين عنه لا يقصر ايضا يمكن ان يستخدم ايضا في العمليات التي توصف بالارهابيه حتى بالتالي عمليات الارهاب اكثر حالاتهم هذا النوع من الاطفال اللي هو اللي ما عنده حدس وهو منه وهو اللي ياسر وهو ما يسمى بالمرتزقه وهو هما هذو هما هذو هما هذو ما عندهم برنامج شوف ما يقرا ما معروف لهم شيء ما يشغلوا ما معروف مصيرهم شنو هذا كله من مخلفات جرائم باختصار طبعا عيشته كيف ينصف القانون ضحايا هذه الممارسات البشعة؟ أولا فيما يتعلق بالاغتصاب في المادة 309 تقول بأن الاغتصاب جريمة فقط وفي المادة 24 من
القانون 015/2005 الخاص بالحماية الجنائية للطفل. هاي المادة في مادة 24 تتكلم والمفارقة في المادة تتكلم عن الاغتصاب، عنها تقول عن إذا كان الاغتصاب وقع على الطفل فإن الحكم على الجاني وعشر سنوات. إذا وقع على طفل، على طفل منين يعود المغتصب؟ منين يعود المغتصب طفل؟ والطفل هون بمفهوم الطفل سواء ذكر سواء ذكر سواء أنثى، القانون يخاطبهم بالسواء. هو لين يعود هو اللي وقع عليه الجرم، الطفل هو اللي وقع عليه الجرم، على العقوبة عشر سنوات. على من؟ على الجاني. على الجاني. على الجاني. لا عشر سنوات. بينما المادة 309 تقول عن الاغتصاب إنه جريمة. غير هذه النصوص وخاصة القانون الجنائي الموريتاني اللي من 1982 هذه النصوص ما فيها تعريف الاغتصاب. هذا النص ما فيه تعريف الاغتصاب شنو؟ شنو الاغتصاب؟ والاغتصاب ما كاعتداء، ما هو لوحده اعتداء جنسي، فيه التحرش وفيه محاولة الاغتصاب. هذه كاملة ما هي معرفة قاع، ما هي معرفة في القانون. إلين انطرح النص اللي كانت فيه التفصيلات هي اللي رفض 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 سنه. هو إن إحنا لين نعود قدام إيش؟ قدام عدم حماية واضح من هذه المغتصبات. قالت الرئيسة قبل قضية إنهم 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 الوضعية الاجتماعية للمغتصبة أو الناجية وسميها ماشي. هاي الوضعية الاجتماعية نحن اليوم قدام قضية هذه الشابة، أنا ماني ليه اسمها، اسمها شفت واحدة اسمها اسمها هي هذه تم تنصحي الآخرين بعدم تسمية اسماء. طبعا 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 وصورة انتشرت هذا ما يتواسى، ما يتواسى، لا لا ما يتواسى. محرم محرم. هذه الطفلة جبرت، هذه الطفلة جبرت أسرة، جبرت أسرة واعية وحاطوها بالرعاية. يغير 99% من هذه الطافلات اللي ضحايا الاعتداءات الجنسية منبوذات داخل الأسرة الضيقة وداخل المجتمع الواسع وداخل المحيط كامل. الآثار النفسية لهذا الاعتداء للطفلة اللي داخل أسرتها منبوذة، وفي محيطها الأسري الاجتماعي الكبير منبوذة، وفي جيرانها منبوذة، على ذنب لم تقترف، لم تقترف عقب ذلك هي ضحية وتجيب ضحية جديد. حول ولا قوة إلا بالله. وفي النهاية الكارثة من ذا كامل منين يخلق الصلح؟ وهذه الصلح هذا أظن أنها 2016 والله 17 ما نظر طيهم 65% من القضايا تم فيها الصلح. 65% من القضايا أكثر من النصف، أكثر من النصف قاعد بالباش. هذا هذا وكيف وكيف يتم الصلح؟ زينب أنت اللي كيف يتم الصلح؟ الصلح على ماذا يتم هذا الصلح؟ يعني كلها بس الفضل. لا لا أولا تقوم تقوم قبيلة الأسرة جاية الأسرة وتجي القبيلة وتجي للقبيلة وتقول لهم إحنا لا ذاك إحنا ذاك لا شيراد ومولانا وإحنا لا اللي تبقوا أنتم وذاك اللي تبقون نعذروا. يقولوا القبيلة إحنا أصلا ما نقدروا نردوا هذه القبيلة اللي جاتنا ما نقدروا نردوها وذاك ما يتواسى ومرد العيان وتصبح الصلح دون استشارة الضحية، دون استشارة هي وتصبح هي تعيش المشاكل، هي ضحية الصلح أيضا تصبح ضحية مرة أخرى، تصبح هي ضحية. وهذا هو أكبر حالات وفهم خالق نوع ثاني الصم النقاع أخطر من ذاك. الورقة هذه الرابحة نتو تخيم مساكن قال متوا منتكم ما ذاك اللي خلق لها مثل يرجع. إحنا له نعطوكم الفضل توف الفضة بالتالي ربحوا الفضة شبه لكم من مات شي من الأمور الأخرى اللي لا قيمة لها المنظمات وخلوا عنكم هذا ولا له يفضحوك من المنظمات والقانون ما هو خالق وذا كامل ما هو خالق خلوا عنكم ذا هنا نعطوكم الفضة ذاكري خلق يقول متكم متى يرجعوش يقول لهم هذا حق احنا من تنخلق لنا متى راجع الله احنا اللي ندوروا قاعدة ذلوقيات اللي هنمشوا بهم نقبل الفضة. هذا هو أخطر الخالق في هذا النوع من الملفات وهذا احنا يومياتنا يا اخوتي احنا يومياتنا احنا لا قالت واحده منا قالت انا اخوتي عاد يوجعني قلبي قالت لي خلنا تقع يا اختي نمستي بقلبك قاعد ما تفكر شيء انا قاعد وكانت انا ماتنا وعندنا القلوب ايوه عقب ذا هي هي دي معضيه هي دي كل حد يعد كل حد يعد الاقتصاد كيف ما سالك من واحد كيف نحن شفنا الاباء قلبوا هذا الحنون اقتصم منته لا حول ولا قوه الا بالله شفنا الخال يقتصم منته من تخته تخته ذي الحاله جاتنا هذا يحصل في موريتانيا هذا يحصل هنا موريتانيا في نواكشوط هذا وفي غير نواكشوط وهذا ما لنا نجعده به اللي ما تلقى ويصل للسلطات طبعا هذا كان طبعا طبعا احنا ما يجي للسلطات ما يجينا قاع ما نروح قاع ولا نشوفه نحن احنا عندنا رقم اقدر 10 13 وترفن عليه يقعدوا الحالات الدانيه وترفنوا علينا نقوم نجرو بهم بعدين بهم الشرطه
اذا عندكم هذا مهم الرقم نقترنا منه في البرنامج. هذا عندكم الرقم 10 13 باستقبال ومجاني اتصال به 10 13 حقبه حد وقت له حاله من ذو الحالات يتصل اليكم مباشره. اذا عاد يبقي الشكوى نمشوا معاه، واذا عاد ما يبقي الشكوى ذاك الدور اذا عاد يبقي الاعمال تقوم بسريه تعدل بسريه ونعطوه الدواء ونعطوه كامل اللي عدله يجعلوا على انه ما 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 يعود هذا خطير. شنو الحالات المرضيه ايضا اللي تقدر تصيب الضحايا من دون الحمل قاع؟ السيدة هذا بعد قاع السيدة والكبد والسرطان. هو لا حيوان المنوي لذات رجالة وأربعة، هذا هذا خطير في وقت واحد. وقت واحد هذا ما يسبب السرطانات لا قدر الله. يقر على كل حال العلاج اللي نعود في وقته، فم حبوب وفم يوصل من المسائل وتنعطى للرقاش بالعجله منين يجيب العجله. بالتالي الاتصال بكم مهم حتى للدرجه يعني انا يعني عندك خارقه واحده تكتبت عليها ولين شافت هذا الحال اللي هو تمت لين قالت لنا انا دور تشكي بعدين خلق لي شيء وهي بالغ. في هذه الحاله قلنا لها الشكوى متاحه لك، تقدي لا تشكي وتمشي يا غير بان النتيجه ما يخالف. الواحد انت سكت واحد اللي يصير خلق ثاني هذا الانسان ما عندك قاع عليه دليل تبالغ اشكالي بالغ وانت بالغ والقانون اللي بين يدينا ورق ما يحمي البالغته. ذي هي الاشكاليه الكبيره راعيها في هذا الورق ان البالغ حتى اي حد راح ضحيه اغتصاب وهو بالغ ما القانون ما يتعامل معه، ما يقبل منه الشكوى. قلت ما لك حنيني لان قضيه البالغ هذا نطرحوها للقانونيه من اجل تفصيل اكثر. قضيه البالغ قضيه البالغ فصلي لنا. احنا نجينا بالغ وتقول لنا عنهم اغتصب في الغالب الاعم ما كل اللي عاد في حاله تلبس ما نقول ما نصحوا بالشكايه يعني هذه البالغ تبارك الله يقولوا لك هاي البالغ لا تجي للقضاء وتقول عنها هي مغتصبه ايوه وعيات تعود حامل ايوه لين مغتصبك اغتصبني هذا عدت قاعد تعرفه قاعد ما تعرفه قاعد عفوات لا تعود زانيه لا تعود زانيه وتسجل عرفت على راسها حق بعد الاعتراف والسيد الادل اللي عاد هو موجود لا يقول انا ما اخباري من هالشيء ونين يذكر ما عنده ما عندك والله هون الصا كانت اصبحت هنالك وهذه مستحدثه تعود حامل يعدل الاي دي ان للشير لين يخلق ويقارن بينه هو والمتهم حق بعد منين يوخى عن ولو هون القضاء فعلا عاد يحكم بالاي دي ان والله 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 في عندنا حالات ما هم ياسرات قال عندنا حالات ومن درا كان قضيه البحث عن هذا وسم الادين هذا يا كانوا صعب والله كان العمليه صعبه والله سهله والله لا يقبض منه هو بسهوله كل سهوله موجود عنده الطب كامل عاد ما كان في المستشفيات لا 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 لا, لا, لا هو مستحدث قاع ما كان خارج موريتان كانت حالات نادره ومش من الخارج أيوه وورك بعد عادي وعدل عاد موجود موريتان قطعنا قطنا طلبنا ثلاث مرات وعدلنا ثلاث مرات في المستشفى انا مالي نقول لك طب الصنادره يعدلوه وعادي يعدلوه وقطعنا عنه حل بعض المشاكل باش اللي كانت عليها هذه المره اللي تقول عنها الراجل اغتصبها وانكره هو وتعود حامل راني قلت لك حامل يغن احنا عندنا كارثه اخرى واشارت لها الرئيس بالنسبه للبالغ بالنسبه عموما بالنسبه لهم اي ضحيه اي ضحيه اغتصاب ما جاءت ساب بعد الاعتداء عليها مباشره من الصعب الحصول على ادله اثبات حالتها ما جات في الوقت اللي خلق فيه عمليه الاغتصاب كل اللي خلق حق بعد الاخت الاخيره من الصعب الحصول على هذه والكارثه ما ذيك كارثه عن اي ضحيه اغتصاب تم اغتصابها اول شيء تلجا له هو السحور اي ضحيه اغتصاب تم اغتصابها اول شيء يجي في ذهنها انها تستحم وبالتالي يغيب الاثر والسحوم خطر على هي نفسيا شاكه هي انها تسجل عنها وهذا الصخ والله وهذا هو اللي يجعل كارثه الحصول على الدليل خاصه كنا في مرحله معينه نعدلوا هي تمحو الاثار وهذه الكارثه تمحو اثار الجريمه هذه الكارثه بالنسبه لك سابقا نتناقل شورى لان الوقت ضيق عندك دقيقه من رأي كان القانون هنا يهتم بحمايه والله تحصين من الحصول الجريمه
او معالجه الجريمه في حالتها وقعت. شفت التحصين من حصول من الحصول او الحد منها على الاقل. او الحد منها هي اي ظاهره اجتماعيه خطيره ما تقطع عليها غير تحد منها. التحصين ما هو للضحيه وحدها، حتى للجنات. انت هذه الجنات يلا تندرس حالتهم وشن هي بعد لماذا قاموا بهذا الجرم؟ اي لماذا وصلوا لهذا المستوى من الوحشيه ومن البشاعه؟ شن هي الاسباب اللي عملت؟ وما المانع في البحث في هذا الموضوع؟ لا وما هذه الدراسات الاجتماعيه هي اللي يلا تفعل توعيه بعد قاعد توعيه وتثقيف وهذا غايب عن اعلامنا ما هو خالد كامل الرسمي والخصوص. شو وجود نص قانوني والخصوص. وجود نص قانوني رادع بعد قاع اولا والتوعيه حول النص وحول الحقوق. الثالثه توعيه المجتمع ومعرفه شيء التركه اللي في الشوارع هي قنابل موقوته. هي قنابل موقوته. ما دامت التوعيه مربوطه بالاعلام، من درا كانك زينبو فتو عدلتوا فتوا جابرتوا مع مؤسسات اعلاميه للتعاون معها، خصوصا المؤسسات العموميه اللي هذا واجبها للتعامل معها، فانكم تاخذوا توعيه اعلاميه عن طريقها من اجل تثقيف المجتمع حول خطوره هذه المسائل. شوف انا اللي نقول لك شو تعمل الجمعيه ترى نرجعوا له ما نقدر نعدلوا برنامج بين الجمعية قائمة بياسر البرامج اللي تعدل في المدارس والبرامج اللي تعدل مع 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 المجتمع في الجروب والتعسية والتو هذا ذاك ما نقدر نرجع نتكلم عن واقع كبير لا هي تخلي زين أنا هون سرد النقاط اللي هامك الوقت نختار نقول لك عن فم قضيتين يلا حد يعرفهم. أكثر هذه الناس اللي تجينا نقول إحنا جنكات وهما هذو اكثر اللي فيهم يتعاملوا المخدرات يتعاطوا المخدرات المخدرات هي السبب الرئيسي او الاكثر فيهم الجنكات. اكثر الاسباب اللي تجعلهم يقدموا لهذا النوع من العمليات هو المخدرات. حق بعد اذا مكافحه المخدرات اكثر اللي فيهم الين تجبروا الحكومه الاسر مطلقه ملي عاش نفس مشاكل هذا مسألة عندهم التسرب المدرسي ما فيه حد ما فيه إما تسرب مدرسي وإما أو عاش في أسرة مطلقة إما أوله أسرة مطلقة اللي تؤد المرأة وحدها والراجل وحده ومرأة ما هي مسؤولة وراجل ما هو مسؤول والتركة يخلنهم يضيعوا طبعا الأسرة المسؤولة ما عندها مشكلة يقول لك ما هي مسؤولة وخاصة وأحيانا هذو الأبناء هم اللي يضيعوا أبناء أسر حتى شارفة الأبناء أو تربيهم طبعا يخسرون بين يديهم صحبة بالتالي هم آفة هم ذو التركة قاعد فيهم عام واحد لا مو من مقصرين شفت خل بوه قاعد ما كيف حد وأسرته قاعد ما كيف حد وبوه قاعد النوع من المشاكل ما يقدر قاعد يجي ولا يقدر يجي صحبتهم مع الشباب اللي خاسرين مع الناس اللي بزروا كامل إذا كامل وهذا بعد معضلة أنا قال عن اليوم مات لراجل يعود بأولاده من المرأة ويطلصها يربي أولاده يربي جميل هذه حقيقة. الوقت طاردنا زينبو. أشكر ضيفتي الكريمة زينبو بنت الطالب موسى رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأمة والطفل عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما أشكر عائشته السالمة المصطفى محامية ومستشارة قانونية في الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل. أيضا أشكر أيضا كذلك الجهاز الفني الذي أشرف على هذه الحلقة، وإلى أن يضمنا وإياكم لقاء جديد في حلقة جديدة في موضوع جديد من برنامجكم اليومي التحليلي ظلال الخبر. هذه تحياتي.